احنا معانا مداخله من كابتن ياسر حبيبي كابتن ياسر رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي. كابتن برحب بحضرتك. اهلا بيكم اهلا بيكم اهلا مرحبا بيكم كل سنه وانتم طيبين وموسم جديد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله منورنا في الحريفه وكابتن ايهاب منورنا. كلمنا كده شويه عن كابتن ايهاب بقى. والله طبعا يعني الشهاده مجروحه زي ما بيقولوا. ان طبعا ايهاب ابننا وكابتن فريق العاب القوى النادي الاهلي وحاجه يعني نموذج يحتذى به على مستوى الشباب الناشئين النشئ اللي جاي عندنا. ايهاب يعني زي ما قلت لحضرتك انا مش بتكلم عشان هو قاعد معاكم يعني. هو ايهاب خامه طيبه جدا جدا يعني اتمنى ان كل ناشئ يبقى زيه لان هو راجل بطل من يوم ما جه النادي فتره اعداده وجوه الملعب بره الملعب حاجه يعني تشرف النادي الاهلي وتشرف مصر كلها ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن ربنا يخليك. حبيبي يا ايهاب حبيبي ربنا يوفقك ان شاء الله واحنا كلنا بندعمك نادي اهلي اعضاء تدريب مجلس اداره مصر كلها وربنا يوفقك ان شاء الله في باريس واملنا بقى نرجع تاني نتحط على خريطه العاب القوى العالميه باذن الله تعالى باذن الله باذن الله باذن الله. كابتن كلمنا عن القادم في النادي الاهلي البطولات اللي النادي الاهلي هيشارك فيها وكمان دور كابتن ايهاب مع حضرتك في البطولات القادمه. احنا بنستعد حاليا احنا في فتره اعداد لبطولات الدرع اللي هتبدا ان شاء الله في يناير. بنبدا بطولات القاهره طبعا دي تعتبر بالنسبه لنا يعني مش عايز اقول احنا مش عايز انقص لا هي بطوله برضو انما بتعتبر اعداد جيد لبطولات الجمهوريه. اللي هي تبدا شهر 2 و3 وبعد كده ان شاء الله في 5 بعد رمضان ان شاء الله كل سنه طيبين ان شاء الله دينا عمر وصحه ربنا. احنا حاليا جميع المراحل السنيه بتشتغل اعداد جيد عشان ان شاء الله البطوله كالمعتاد نحصدها للنادي الاهلي ونحقق فيها ارقام قياسيه اللي احنا متعودين نحققها كل سنه الحمد لله. احنا مقياسنا دلوقتي ارقام قياسيه مش بطوله بس الحمد لله. بنبعد عن منافسينا وفي نفس الوقت بنحقق التارجت لينا يعني انا اسف احنا مثلا يعني لو كسبين بسبع نقط لا الماتش الجاي عايزين نكسب بتسع نقط وهكذا يعني والحمد لله احنا بنوفق في هذا ان شاء الله باذن الله. ايهاب طبعا على اساس ان هو نقول يعني احنا عايزين حضرتك توجه له رساله هو ولاعيب النادي الاهلي كده تقول له ايه يعمل ايه الفتره الجايه والله قدام الناس بقى يعني قول له قدام الناس اقول له خلي بالك من نفسك وما تكسلش ويعني ما تدخرش مجهود خاصه في الظروف اللي انت كنت بتتكلم عنها في اللقاء دي. لا ابذل اقصى مجهود عندك وانت وكل الناس عشان تحقق الهدف بتاعك ما فيش حاجه تقيسك يعني ما فيش حاجه تنال من عزيمتك دايما فكر في الايجابي السلبي مش بتاعنا. احنا في العاب القوى في حاجه اسمها عندنا قدره على العزم. احنا عايزين نعمل نفسنا تماما ونفكر في الايجابي. الايجابي ده هو اللي حقق لنا بطولاتنا حقق لنا التقدم حتى على مستوى اي قطاع سواء كان رياضي او اقتصادي او او او, أو انتاج يعني. فهو بوجه له الرساله دي ان احنا بنتعشم احنا كلنا مستنيينك وانا اولهم يعني تحليل نتيجه طيبه وتاني ما تكسلش وخليك في الناحيه الايجابيه سيبك من السلبيات اللي احنا بنعيشها كتير يعني. ما تقلقش يا كابتن ان شاء الله ما فيش كسل ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا يا كابتن نورتنا.